مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في موعد جديد من رياضة اليوم. والبداية من المغرب، حيث تعادل فريق اتحاد طنجة مع مضيفه الرجاء البيضاوي وبهدفين لمثلهما في ختام مباريات الجولة 15 من البطولة الاحترافية لاتصالات المغرب لكرة القدم، علما ان الفريق الطنجاوي كان متفوقا وبهدفين دون مقابل الى حدود الدقيقة 44. وفي لقاء آخر عن نفس الجولة، تمكن فريق والمولودية الوجدية من قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على ضيفه الفتح الرباطي. الفريق الزائر كان السباق للتسجيل عبر لاعبه نايف أكرم في الدقيقة 37 قبل أن يعادل النتيجة لفائدة سندباد الشرق المخضرة مصطفى العلوي في الدقيقة 78، ثم أضاف مروان سعدان الهدف الثالث لفائدة الفريق المضيف بالخطأ في مرمى فريقه في الأنفاس الأخيرة من عمر النزال. الهزيمة الثانية في الجولات الثلاث الأخيرة والثالثة في الموسم جمدت رصيد الفتح في النقطة 28، بينما الفوز الخامس في الموسم والأول في الجولات الست الأخيرة فقد رفع رصيد الفريق الوجدي للنقطة 19 وارتقى بالتالي للمركز التاسع. وفي وقت سابق حقق شباب الريف الحسيمي فوزا مثيرا على حساب ضيفه أولمبيك آسفي وبثلاثة أهداف مقابل هدفين. الفوز هو الخامس للفريق الريفي والأول تحت قيادة المدرب الجديد فؤاد الصحابي، فوز رفع رصيد الشباب لنقطة 18 وصعد به بالتالي المركز العاشر بفارق نقطتين عن الفريق المسفوي الذي تلقى الهزيمة السادسة وبات يحتل المركز الثاني عشر. كرويا دائما ووفقا للقوانين المنظمة لانتقالات اللاعبين المحترفين على الصعيدين المحلي والدولي، وباقتراح من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية وبموافقة الجامعة الملكية المغربية للعبة، فقد تقرر تمديد فترة الانتقالات الشتوية على الصعيد الوطني إلى غاية يوم الجمعة 22 من الشهر الجاري بدلا من يوم الأربعاء 13 من نفس الشهر، على أن تبقى الانتقالات الدولية كما هو منصوص عليه ومصدق عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من 17 من شهر دجنبر حتى 13 من شهر يناير. وحسب نفس البلاغ فقد اتخذ هذا القرار بناء على طلب من جل الأندية الوطنية نظرا لطول فترة الاستراحة الشتوية التي أملتها مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية للاعبين المحليين لكرة القدم الشان 2016 والتي ستنطلق نهاية الأسبوع المقبل برواندا. في خبر آخر، وقع فريق الرجاء البيضاوي عقدا رسميا مع فريق إسبانيول برشلونة الإسباني، يقضي بالسماح للفريق البيضاوي باستغلال ملعبه لإجراء المباراة الودية مع فريق اتحاد طنجة في 31 من شهر يناير الجاري. وبموجب هذا العقد سيتكلف الفريق الإسباني بالتنظيم داخل الملعب، وسينطلق اللقاء الودي بين الرجاء واتحاد طنجة في 14 بالتوقيت المغربي 5 بالتوقيت الإسباني. هذا وقرر الفريق البيضاوي طبع 30,000 تذكرة من 3 فئات ستطرح للبيع ابتداء من 15 من الشهر الجاري عبر الموقع الرسمي لفريق إسبانيول، وعبر موقعين مغربيين سيعلن عنهما في الأيام القليلة القادمة. تراجع المنتخب المغربي مركزا واحدا ليحتل المرتبة 76 في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وعلى المستوى القاري وصل منتخب الكوت ديفوار تصدره للترتيب متبوعا بالمنتخب الجزائري الثاني إفريقيا والأول عربيا. وعلى المستوى العالمي فقد حافظ المنتخب البلجيكي على مركزه الأول، يليه منتخب الأرجنتين ثم المنتخب الإسباني فالمنتخب الألماني ثم المنتخب التشيلي في المركز الخامس، بينما اكتفى المنتخب البرازيلي بالمركز السادس.
في الدوري البرتغالي لكرة القدم وصل فريق بورتو مسلسل نزيف النقاط وسقط في فخ التعادل مع ضيفه ريو أفي بهدف لمثله في لقاء عن الجولة 16 من البطولة، ليتراجع بالتالي المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الأول فريق سبورتينغ لشبونة، والذي أمطر شباك مضيفه فيتوريا سيتوبال بسداسية نظيفة في ختام مباريات نفس الجولة. سجل المتصدر الجزائري إسلام سليماني في مناسبتين، وكذلك فعل اللاعب برونو سيزار، بينما أكمل السداسية اللاعبين جواو ماريو وألبرتو أكويلاني. الفوز 13 لسبورتينغ لشبونة رفع رصيده للنقطة 41، أما الهزيمة 6 لفريق ريو أفي فتراجعت به للمركز 7 ب22 نقطة. في عالم رياضة السرعة، فاز الفرنسي سيباستيان لوب بالمرحلة الخامسة لفئة السيارات من رالي داكار 2016، والتي ربطت اليوم بين سان سالفادوري دوخوخوي وأويوني ببوليفيا على مسافة تقدر ب 321 كيلومترا، محافظا بالتالي على صدارة ترتيب العام المؤقت. وقطع سائق فريق بيجو قطع مسافة السباق في 3 ساعات و32 دقيقة و34 ثانية، متبوعا بزميليها كارلوس ساينز وستيفان بيترانسل، ليسيطر بالتالي فريق بيجو على المراكز 3 الأولى في المرحلة 5 وفي الترتيب العام المؤقت أيضا. وفي صنف الدرجات النارية، عاد المركز الأول في الجولة 5 للفائز في المرحلة 2 سابقا الأسترالي توبي برايس سائق فريق كي تي ام، متبوعا بدراج فريق ريد بول أنتوان ميو، ثم ستيفان سفيتكو زميله في الفريق الذي حل في المركز 3. نختم رياضة اليوم كالعادة بأخبار الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة NBA، حيث وصل سان أنطونيو سبيرز عروضه القوية وسجل فوزا عريضا على ضيفه يوتا جاز ب 123 نقطة مقابل 98، معزا بالتالي موقعه في صدارة المنطقة الغربية. وفي لقاء آخر، تمكن نيويورك نيكس من اقتناص فوز ثمين على حساب مضيفه ميامي هيت ب 98 نقطة مقابل 90. فبملعب أمريكان إيرليانز أرينا في ولاية فلوريدا أظهر الضيف نيكس حضورا قويا وتمكن من البصم على أداء مميز ترجمه بحسم الربع الأول لصالحه وإن بفارق نقطة واحدة فقط، ليوسع الفارق إلى 8 نقاط عند نهاية النزال في ظل تألق نجمه كارميلو أنتوني الذي سجل 25 نقطة وقاده بالتالي لتسجيل الفوز 18 في بطولة الموسم الحالي من الدوري الأمريكي لمحترف في كرة السلة NBA. كان هذا آخر خبر في جولتنا الرياضية، شكرا على حسن المتابعة، في أمان الله.